طيب اتفقنا يا شباب انه انا في عندي ملف سي اس في فيه العلامات، في عندي عمود للنصفي، عمود للمختبر، وعمود للنهائي، وهذا انه تاب سيبريتد. والمطلوب انا عندي في المسألة انه نكتب برنامج عشان ينشئ لي ملف في الثلاث اعمدة هدول بالاضافة لعمود رابع اللي هو التوتال، وفي انا عندي في الاخر بدي اضيف الافرج لكل عمود، افرج للنصفي، افرج للمختبر، وافرج للنهائي. تمام؟ طبعا عشان انه انا بحتاج انه انا احسب الافرج لكل عمود، وانه حستدعي هذا الكلام ثلاث مرات او اربع مرات، فبنكتبه في داله بدل ما انا اكتب السطر الطويل هذا كله، بنستدعيه في داله بتسهل علي. وهذه هي فوائد الدوال، انه انت خلص بتكتب الكود مره وبتستدعي اكثر من مره. طبعا بنفتح الملف، تمام، وبنعمل ليست لكل عمود. طبعا الماركس اللي هي التوتال، عمود للتوتال، هذا النصفي وهذا النهائي، ليست فاضيه وهذا المختبر. نفتح ملف في وضعية الكتابة للملف الناتج اللي فيه المطلوب، بنسميه marks with total and average اللي هو المطلوب. المطلوب ان احنا نضيف عمود رابع للتوتال وصف في الاخر للافرج. وضعية الفتح كتابة. طبعا قبل ما ادخل اللوب بروح بكتب الهيدر اللي هو في اول الملف اللي هو اسماء الاعمدة، تمام. ولاحظ انه انا غيرت النظام هنا، بدل ما كان tab separated بدي اخليه comma separated، تمام، لانه خلص تعمل عليه دبل كليك، حتى لو انت نزلته في البيت انت عندك تعمل عليه دبل كليك بتقدر تفتحه بالاكسل، الاكسل بتعرف عليه. ف طبعا الهيدر احنا اتفقنا انه بدنا نحط له اشاره عشان انه احنا ما نتعاملش معاه كارقام، اللي هي الهاش السلم، الميد كوما لاب كوما فاينل كوما وتوتال سلاش ام. نفتح الملف، كل ما تلاقي سطر بيبدا بالسلم نتجاوزه، روح على السطر اللي بعده، تمام. طبعا الارقام هاي بدنا نقراها سطر سطر، يعني بلف هنا على الملف سطر سطر، تمام، والارقام هذه بحولها، بحاول انه انا اقطعها بحيث انه انا اخذ كل رقم لحال باستخدام دالة السبلت. وشفنا المحاضرة الماضية انه في عندي سلاش ان في اخر رقم، كيف شلناها؟ شلناها بالستريب، تمام. سبلت ما دام انه هي تاب سيبريتد فبعمل سلاش تي، فبالتالي انا عندي هنا الارقام تم تقطيعها ولكن موجودة كسترينج، فبدي احولها لانتجرز، بحولها بهاي الطريقة، بفتح ليست فاضية بقول اعمل لي انت، حول لي لانتجر لان، وان بدنا اياها تلف فور ان ان نمبرز اس تي ار. طبعا التوتال نجمعه اللي هو نجمع صف، هيك خلي بالك، هيك احنا بنجمع صف، لو احنا قرانا سطر بنجمع صف اللي هو نصفي مختبر نهائي، يفترض انه هذا هو التوتال، بنضيفه على المارك، تمام. الان النصف وين موجود؟ في هاي الليست. ايش الاندكس تبعه؟ نمبر ليست زيرو، اول واحد. فعشان هيك هاي نعمل ابند للنصفي ب النمبرز انت اوف الزيرو، ليش؟ لانه هو موجود في اول عمود. واللاب الثاني، نعم ثاني عمود، الاندكس واحد. والفاينل 2، الاندكس 2 اللي هو العمود الثالث، تمام. الان هذا الملف المطلوب بكتبه صف صف، لاحظ في الصف ايش بدي اكتب؟ هاي العمود الاول، تمام، كوما العمود الثاني، كوما العمود الثالث، كوما سيبريتد، واخر شيء سلاش ان دوت فورمات. دالة الفورمات هنا كم باراميتر بدي امرر لها في هذه الحالة؟ أربعة. ايش الباراميتر الأول؟
اللي هي علامة النصفي number of zero واللاب واحد والفاينل والتوتال اللي هو المجموع. تمام؟ خلصنا اللوب. تمام؟ كتبناهم صف 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 الأول الصف الثاني لغاية آخر صف. بعديها بنيجي لدور الأفريج، مطلوب الأفريج إنه إحنا نضيفه آخر صف. فايش بنسوي؟ برات اللوب بنعمل رايت نفس النظام. تاب سيبريتد، كوما سيبريتد. برضه أربع عناصر. في الصف الأخير. في الصف الأخير. تمام؟ هنا استدعيت الدالة اللي أنا عملتها أول واحدة AVG للميد، AVG لللاب، AVG للفاينل، والـ AVG للماركس. تمام؟ وبعمل كلوز للإن فايل وكلوز للأوت فايل. تمام؟ واضح يا شباب؟ نشوف يبقى اسم الملف ذكرنا انه ماركس والتوتال اند اي في جي لو فتحناه كوما سيبريتد صار مش تاب سيبريتد. ممكن انت تحط السيبريتد اللي بدك اياه، بدك سيمي كولن، وبالتالي هي انت عندك الهيدر، هاي عندك نصفي 23 مختبر 12 23 و12 35 و2 37. تمام؟ وفاكر قديش الافريج كان المرة اللي فاتت؟ 52 ونص العلامات. تمام؟ وهذا الافرج للنصفي 19 ونص، الافرج للمختبر 21 ونص، والافرج للنهائي 21 ونص 11 ونص. هجيت هذا الملف مجرد دبل كليك عليه بالاكسل تمام. تمام؟ في أي سؤال بخصوص هذا السؤال؟ في شيء مش واضح؟ لو سألتك في الامتحان إنه أنت عندك مجموعة أعمدة وبدي تعمل معالجة على الصفوف أو الأعمدة، واضح؟ أربعة وعشرين هذا؟ حكيت أنا عندي هاي الماركس، إيش النظام تبعها هذا؟ هذا عبارة عن لاين، إحنا في اللاين، تمام؟ حكيت بدي آخذ الـ 23 لوحدها و 12 لوحدها، بدي أقطعهم، كيف بدي أقطعهم؟ إيش الفاصل؟ تاب. فبالتالي عندك هنا إيش حكينا؟ انه النمبرز كسترينج لانه هو حضلها سترينج بتساوي اللاين ستريب عشان اشيل السلاش ان في الاخير وبعديها بعمل سبليت بالسلاش تي. تمام؟ هلقيت هاي الارقام كسترينج بقدر اجمعهم. لو عمل جمع حيعمل كونكات، انا بدي جمع كارقام فعشان هيك بدي احولهم كارقام، بعرف لست ثانيه. تمام؟ ليست فاضي، ايش بدي اياك تعبي لي فيها؟ حول لي كل رقم الان كانتجر، عبي لي اياه، وبدنا الان نتلف فور ان ان نعم. تمام؟ في اي سؤال ثاني؟ صحيح، هذا iteration variable انت بتختار اسمه زي ما بدك، وهي بدي احطه هنا num. تمام؟ في سؤال تاني؟ حتلاقيه عندك على الجيت هاب. هذا كله موجود تحت شابتر 8.